لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جاوزون طموح المنتخب المصري والفراعنة ممنكوكي وكذلك عصام رقم 10 طموحهم كبير في هذه المواجهة التي يعلمون أنها صعبة أمام المنتخب الليبي ولن تكون مماثلة لمباراة الافتتاح والتي فاز بها بحصة مريحة المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل شيء. لكن اليوم بداية المقابلة بأقدام مصرية للبحث عن الأولى الأهداف المعبدة للمونديال القادم بأوزباكستان. تعود من جديد لخميس. خميس هنا فرصة لجزورة. تضيع من جزورة. سجل 24 هدف ودخلت مرماه. نتمنى أن ترقى لمستوى التطلعات وأن تعطينا متعة كروية بين البطلين الإفريقيين السابقين. متديل المجموعة الثانية. كرة الآن في انطلاقة للمنتخب المصري. فرصة المحاولة. أولى الانطلاقات. ناعة اللعب. تعود الكرة الليبية. فرصة تسديدة وتدخل حارس المرمى. المنتخب الليبي يلعب الآن. حارس مرمى المنتخب الليبي لخميس. ممتازة. هذه الهجمات المرتدة التي يبحث عنها المنتخب الليبي. كان قريب. يبحث عن الحلول. كما قلت هو المهندس في وسط الميدان وصاحب الحلول من ناحية التمريرات في صفوف المنتخب الليبي. كانت تمريرة ممتازة في اسم. نحن تقريبا ثلث الأسماء. رمضان يبحث عن الحلول. يختار الحل الفردي. فرصة. طريقة الدفاع المنتخب الليبي تعطيك إشارة. رحيم يا سلام على العبور والمرور من رحيم الأول والثاني. رحيم على عيسى. لم يخوف كثير المنتخب المصري من الهجمات المرتدة. إنه الأهداف الأكثر مستوى نسخة 2004 فيما نسخة 2008 رد الاعتبار المنتخب الليبي بالفوز في النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. هو الفوز هو في البداية ولا زال نسق المباريات لما يرتفع. بعد هنا كرة ليبية لكن خروج موفق من شو قد يعطي بشكل مباشر يعني ردة فعل للفريق المتقدم في النتيجة. بني يلعب ربما على المر. كل منتخب متخوف من الطرف الآخر. كرة ليبية مرت سلامات. تعود ليبيا. ليبيا من جديد. صهيب يا صهيب يطرق القائم. صهيب شوبير كان في المكان المناسب. محمود عبد الوهاب. ان الثنائي او ثلاثي جزوره صهيب جزوري صهيب ما هو متخوف. هنا فرصه. اي 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 محاوله لمحمد خالد عيد. والكره الليبيه واحده بواحده والبادي اظلم. سرعان الشوط الثاني يلعب على هذه الخطه. جهاد عرفه يمنح الفرصه دائما لمنتخب يهجم على مستوى الهجمات المرتدة. كرة لجزوري. علي يا علي. القارة السمراء. هنا كرة لليبيا. ليبيا بطموح مشروع للجزوري لكن تعود مصرية لانطلاقة. أقرب في هذه الجولة الأولى كان هو المنتخب الليبي في أكثر من مناسبة. إشارة للحائط البشري. هنا الكرة لكن خميس يقف في المكان والزمان المناسبين. كرة لي من جديد المنتخب الليبي بعد التصدي الماضي القوي. هنا الفرصة لكن إلى متى ستواصل التصدي. هناك رمضان. على الرغم من أن رمضان قد فات لكن عصام رمضان لا زال متواجدا في صفوف المنتخب المصري دائما وأبدا لرسم الفرحة والبهجة في وجوه الجماهير المصرية. سجد بشكل كبير لحارس مرمى شوبير. تعود من جديد لعزيز للمنتخب الليبي. يبحث عن المرور والعبور. فورا كرة 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 لكن التدخل. كرة مصرية. رمضان عصام كان قريب من رمضان. مع خميس لمن ستكون الغلبة. رمضان يتقدم. رمضان هل هو رمضان أم عيد بالنسبة للمصريين؟ هدف ثاني لعصام. عصام ينصب نجم نفسه نجما للجولة الأولى بهدف ثاني للمنتخب المصري بمجهود فردي للمرة الثانية على التوالي. لماذا تتركه وحيدا؟ هنا الإمكانية والفرصة ليبيا لكن ممتاز قاطعها في ليبيا.
تلعب الكرة، هنا الفرصة والكرة خارج أرضية الميدان. الثانية عصام رمضان نجم الجولة الأولى، عصام لكن عزيز في المكان المناسب، ليس هناك أي حل أمام المنتخب الليبي إلا اللعب الأمام للأمام للأمام قتالية. أي 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 خميس هذا، أي خميس الليبي، كيف تعامل مع الكرة الماضية، أي برودة الدم لخميس، كيف تفاعل معها ومنح الهدف الأول. هدف سيشعل فتيل المقابلة من جديد، سيحيي المقابلة ويعطي المصري. ليبيا أخيرا زارت الشباك، هنا فرصة مصرية. أي 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 أي. وصلنا للهدف بزيادة العددية في هذه الدقائق الأولى. كرة مصرية، كوكي كوكي يضيع أمام علي عزيز. خميس يبحث عن الحلول، يبحث عن التسديد، كاد أن يفعلها خميس، يغيب عنها الفرص الحقيقية للتسجيل. هذه كرة عن طريق بناء، عن الحلول، كرة ليبيا، فرصة ولكن ترتطم بأحمد عبد العزيز لخارج. كوكي يمرر ويمهد الكرة لرحيم على عيسى، تعود مصر ليبيا لخميس. يا خميس الفرصة التي لا يركز فيها المنتخب المصري، لكن ركز هنا بشكل جيد أحمد محمد، لكن تركيز علي عزيز حارس المرمى كان أكثر من في الكرة الماضية. هنا فرصة من محمد مرة سلامات، وذلك لتقليل الضغط عليه دفاعيا بالنسبة لعناصر المنتخب المصري من محمد وكذلك عبود ومن يأخذ مكانه على مستوى نقطة الجزاء. فيما المنتخب الليبي، كرة من علاء رحيم عيسى، هناك وقت مستقطع، هناك خطأ على علي عزيز والبطاقة الصفراء. فواجه رحيم فترة أمطار قد تكون الحل. كرة، فرصة الغول صهيب الغول على الدفاعات المصرية، يمنع التعديل للمنتخب الليبي، هدفين مقابل هدفين. ليبيا تعود من بعيد، ليبيا تدرك التعادل قبل ما يقارب ثلاث دقائق على نهاية المقابلة، وبإمكانها أن تصنع الريمونتادا في قادمة. ليبيا الآن على موعد مع التاريخ أمام المنتخب المصري، هل يكون الانتصار الثاني؟ فازت بها ليبيا مقابل تعود التعادل الوحيد. هنا فرصة لخميس، سعيد خميس هو معذبهم، خميس هو رزاق. يا محمد يا كوكي، لكنك غبت ودبت في صلاة. أمامنا خطأ لصالح جزورة وبطاقة صفراء. عبد العزيز تلعب الكرة ممتازة في اتجاه الغول صهيب، والكرة لخارج أرضية الميدان.